انهت القمة لرؤساء البرلمانات الدول الإفريقية المنعقدة بجنوب إفريقيا أشغلها يوم أمس، وخلصت إلى إصدار بيان حول أشغال هذه الدورة اللي تعقدت حول مجموعة من القضايا الراهنة: الاحتباس الحراري، مخلفات جائحة كوفيد-19، الأمن الغذائي والأمن الطاقي. وكانت تدخل ديال البرلمان المغربي للمملكة المغربية حول هذه القضايا، والتي أعطى فيها حاولنا أن نقدم التجربة المغربية بقيادة جلالة الملك في جميع هذه الميادين، وكيف النجاحات التي حصل عليها المغرب بشكل هادئ ورزين كالعادة. وبالتالي تم عقد سلسلة من اللقاءات مع مجموعة من رؤساء البرلمانات في الدول الإفريقية اللي عبروا عن رغبتهم في تقاسم هذه التجربة، وبحثاً عن كذلك عن الدعم الذي يقدمه المغرب كالعادة في دول الإفريقية. أهم اللقاءات كانت مع اللقاء مع رئيس البرلمان عموم إفريقيا، الذي عبر عن رغبته للزيارة المملكة المغربية، والذي يود برفقة المكتب لبرلمان عموم إفريقيا، والذي يريد أن يستفيد من التجربة المغربية في مختلف الميادين، خاصة الميدان البرلماني من جهة، وثم القضايا التي تم التطرق إليها سابقا. لكن الأهم في كذلك في هذا اللقاء وفي هذه القمة تم طرح مجموعة من القضايا التي تهم طريقة اشتغال البرلمان الإفريقي، بحيث مجموعة من الانتقادات موجهة إلى البرلمان الإفريقي في إطار الإصلاح والتموقع الجديد الذي يريد أن يلعبه البرلمان الإفريقي. يريد أن الرئيس أن يستفيد من التجربة المغربية في هذا المجال. شكراً.